السادة الرؤساء الجدد بالجماعات القرنية والحضرية، وكذلك أهنئ الرؤساء القدامى لتجديد الثقة فيهم مرة أخرى. ولن يندرج هذا الاجتماع في إطار يعني لقاء خاص بالإخوة أعضاء المجلس الإقليمي مع السادة رؤساء الجماعات القرنية والحضرية من أجل بلورة نموذج تنموي يتبناه المجلس الإقليمي كشريك مع هذه الجماعات باعتباره قاطرة للتنمية. قاطرة للتنمية لماذا؟ لأن الجماعات القروية ولا الحضرية هنا في الإقليم هي جماعات تبقى ضعيفة مقارنة بإمكانياتها وحجم المسؤوليات الملقاة على عاتقها. لأنه إذا قررنا خصنا نجمعوا الميزانية ديال 7 جماعات كلها ما تساوي الميزانية ديال المجلس الإقليمي. يعني هناك إكراه حقيقي، هذا بغض النظر يعني هذه التجربة السابقة ديال المجلس الإقليمي بغض النظر عن يعني الاعتمادات الخاصة التي ترصد للمجلس الإقليمي بين كل دورة ومن طرف مصالح وزارة الداخلية. على أن هذا واجب يجب أن يتبناه المجلس الإقليمي، ويتمنى أن يتبناه بصورة حقيقية يراعي من خلالها تطلعات الساكنة بمختلف جماعات الإقليم ديال أسسك. فعلا الإقليم السيد العامل يعاني، وهذا قد أثبتته الدراسات الأخيرة والتقرير الأخير على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أقر على أنه إقليم الصزاق الأقل استفادة من التنمية بين مختلف أقاليم الصحراء في مختلف المجالات بطبيعة الحال. ونحن نكرر بذلك، لأنه علاش السيد العامل؟ حنا كنا كنتظروا إعطاء الانطلاقة الخاصة بمخطط ديال التهيئة الحضرية ديال الإقليم منذ سنة 2013. لحدود اللحظة ما تعطاتش الانطلاقة الخاصة بمخطط التهيئة الحضرية الذي تراهن عليه مختلف الجماعات سواء القروية منها أو الحضرية، لأنه خصص له غلاف مالي مهم بشراكة مع مجموعة ديال الوزارات بين وزارة الداخلية ووزارة الإسكان والشبكة والرياضة وقطاع الماء والكهرباء، وكذلك وكالة الجنوب كداعم أساسي وكشريك له المجلس الإقليمي، وقد أوفى بالتزاماته وأبدع حسن نية، بل قدم الدفعات الخاصة بمخطط التهيئة الحضرية. لكن نتفاجأ على أنه لحد اللحظة كنا كنتظروا الانطلاقة للمخطط التهيئة الحضرية، بل كنا ننتظر إعطاء انطلاقة مجموعة من المشاريع التي لم ترى النور لحد اللحظة. وهذا السيد العامل ربما أبلغناكم به كأعضاء ديال المجلس الإقليمي السابق، وقد أبلغناكم كذلك في إطار الاجتماعات منذ تعيينكم في الوهلة الأولى كممثلين عن الجماعات سواء القروية والحضرية. بل هنا قد رسمنا صورة وردية لمجموعة ديال الساكنة، وقمنا بتبليغهم على أنه هناك انطلاقة ديال مجموعة ديال المشاريع التي سترى النور. ولكن لحد اللحظة هناك مشاريع مهمة السيد العامل هي متوقفة ولم ترى النور، وخاصة في المجالات يعني الخاصة بالمواطن، المجالات الاجتماعية المهمة كقطاع الكهرباء وقطاع الماء. فالاجتماع السابق ديال المجلس البلدي مع الإخوة ممثلي وكالة الجنوب يترأسه السيد العامل، الناس ديال مونيب تعهدوا من خلال أنه الدراسة توجد في 15 يوم وراء ذاك الاجتماع. لحد اللحظة السيد العامل الإقليم أو منطقة أسا بصفة خاصة تعاني من هذا الخصاص، وهناك انقطاعات دائمة لماء الصالح للشرب، بل هناك كذلك تشكيك في جودة هذه المياه المقدمة للساكنة والمشتركين مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب. وهذا قد نبهنا له في أكثر من مرة. زد على ذلك المشاكل المتعلقة بالصرف الصحي، وقد نبهنا برئاسة السيد الكاتب العام في اجتماع مسؤول الناس ديال المكتب الوطني ديال الماء الصالح للشرب على أنهم التزموا وعلى أنهم يشدوا يعني الموافقة ديال المجلس البلدي في مجموعة ديال الأمور، خاصة في إرجاع الحالة كما كانت عليه، والتزم الإخوان. لكن كل هذا لم يتأتى منه أي شيء، بل تفاجأنا على أنه الناس ديال المكتب الوطني للماء الصالح للشرب سناوا لهاد الناس وعطاوهم موافقة، يعني لا الناس المراقبين ديال الميم ولا الناس ديال الأسا. وهناك مجموعة ديال المشاكل التي ما زالت يعني عالقة مع هاد الناس. في إطار الكهرباء كذلك منذ يعني 2013 ولا 2014 الناس ديال الكهرباء توعدوا يعني بإحداث واحد جوج ديال البوست ولا ثلاثة داخل المدينة، يعني من خلال أنهم يحيدوا النقص الحاصل في الكهرباء خاصة في فصل الصيف، وكذلك الالتزام
على انه في 2015 غادي تكون واحد المحطه ديال الكهرباء اللي هي كبيره اللي غتغطي الحاجيات ديال المدينه، وكذلك ستعمل على تزويد جامعه المحبس بالكهرباء في اطار مخطط ديال التهيئه الحضريه. هذه كلها التزامات حنا وقعناها على الساكنه، لكن كل شيء يعني كل هذه الالتزامات ما تاتى منها حتى شي حاجه. هذا انا كنشير السيد العام من خلال الساده الاعضاء على انه، وهذا اظن على انه تعيشه مختلف الجماعات، لانه كاين جماعات قرويه اليوم اللي باقي موصلها لا الضوء لا القدرون، يعني كانت التزامات ديال 2012 و2013 باش توصل، يعني وكان التزام شخصي ديال وزير التجهيز في مقر الوزاره ديالو، وجا الاسسها والتزم كذلك على انه القدرون ديال البيلات في اولى الاولويات، وفك العزله عن جماعه عويد هنا عن طريق قولميم في اولى الاولويات. لحد الساعه ما تاثرت من حتى شي حاجه. هذا دور دور المنتخب على انه ينقل هذه الالتزامات ديال الاداره وديال المسؤولين الكتله الناخبه والساكنه في هذه الجماعات. حنا كنقولوا هذا الشيء، ولكن اللي ما كيدار راه كيولد نوع من الاحتقان لدى ساكنه هذه المناطق. وما يمكنش المواطن من اساس يسافر ويمشي لفاسك اللي هي جماعه قرويه ويشوف فيها يعني مجموعه ديال الاوراش ومجموعه ديال الامور المقدمه لهذه الساكنه. الى دخل لكلميم حديت ولا حرج، الى مشى لطاطا في الشرق حديت ولا حرج، مشى لفم الحسن، بالتالي يتولد احتقان لدى ساكنه هذا الاقليم. احنا اليوم السيد العامل كنطالبوا اجل التدخل من اجل على الاقل اعطاء انطلاقا فعليا لمخطط التهيئه الحضريه، لانه الوحيد اللي كفيل بفك مجموعه ديال المشاكل، لانها مشاكل كبرى اليوم لا المدينه ديال اسا ولا ديال الزار من جراء الصرف الصحي راه كاين، يعني ما كاينش شي زنقه ولا شي شارع ممكن تدخل، يعني كاين مشاكل كبيره. حنا الجماعات القرويه مشاكلها اظن على انها اكثر واكثر بذلك بكثير من نحن كجماعات حضاريه. بالتالي السيد العامل ضعف الميزانيات المخصصه للجماعات القرويه، يعني راه ما يمكنش تلقاو لا جماعه حضاريه ولا قرويه عندها يعني شيء خاص بالاستثمار اللي ممكن دير به شي حاجه. اللهم اذا استثنينا الميزانيه المخصصه للمجلس الاقليمي هي اللي كتقوم يعني بالمساعده ديال مختلف الجماعات على الاقل حتى في اقتناء مجموعه ديال التجهيزات الخاصه، يعني بتوفير لا نقط الماء ولا الماء اللي كتسابها في الجماعات القرويه، وكتقوم كذلك مجموعه ديال الانجازات داخل المجال الحضري سواء في بلديه اسا او بلديه الزار. حنا السيد العام ما غاديش نتكلموا يعني لانه ننتظر مخطط التهيئه الحضريه بفارغ الصبر، لانه فيه مجموعه ديال الامور. حتى تكلم السيد رئيس بلديه الزاك مشكور على الشق اللي هو مهم وهو الشق الاجتماعي، وهذا هو اللي خصنا يعني من خلال يعني البي دي او اللي مخصصه ليه تقريبا 7 مليار سنتيم ولا 6 مليار سنتيم. من هنا تظهر الاهميه الخاصه لاعطاء انطلاقه ديال المخطط التهيئه، لانه هناك واحد الفوج كبير وواحد الجحافل كبيره ديال المعطلين اللي ننتظروا حقيقه حنا كفاعلين ننتظروا واحد الالتفاته مولويه ديال سيدنا الله ينصرو اللي تكون على المعطلين ديال الاقاليم الصحراويه بصفه خاصه، من اجل يعني على الاقل يعني النقص من هذا الجحافل هذا ديال المعطلين. واذا لم يتاتى ذلك فهذه الميزانيه ديال الدوله يجب ان تصرف على هؤلاء المعطلين، على الاقل اظهروا مجموعه ديال المجازين ولا الحاصلين على دبلوم ماستر في بلوره مجموعه ديال المشاريع التي استطاعت الوجود واستطاعت النجاح لما لا دعمهم اكثر واكثر، وبلورت هذه التجربه وهذه الفكره. اليوم السيد العام ما ندعو له هو حقيقه المخططات ديال التهيئه، المخططات ديال التنميه الحضريه لبي سي دي الجامعات، برغم الظروف التي نشات فيها هذه المخططات هي ماشي قران منزل. في الجماعات القرويه ولا الحضريه ممكن تضيف مجموعه ديال التعديلات ومجموعه ديال الامور التي تراها ضروريه خدمه مصالح هذا المواطن. حنا لا نتكلم عن نشاه هذه المخططات هذه، ولكن يجب بلورتها في نموذج تنموي يتلاقى مع النقط المدرجه والفصول المخصصه في المجلس الاقليمي بغرض انزال نموذج تنموي لهذا الاقليم. فالحمد لله مختلف اقاليم المغرب يعني شهدت واحد الطفره نوعيه سواء في البنيه التحتيه وسواء في الاقتصاد الاجتماعي وفي مجموعه ديال الامور تقدمت، نحن ربما ما زلنا لم نسير الركب يعني بمختلف جماعاتنا، يعني الجماعات الحضريه فيها مشاكل كبيره كيف اشرت سواء في الشق الاجتماعي وسواء كذلك في البنيه التحتيه، ولكن كنظن على انه الجماعات القرويه راح تعيش يعني اكثر واكثر. مثلا جماعه البويرات التي تنتظر الربط يعني
تاريخ وفك العزله منذ سنين وسنين تنتظر يعني الكهرباء. جامعه ديال المحبس التي تنتظر الكهرباء منذ سنين وسنين. هناك يعني جامعه ديال الفضي، جامعه تعويد هنا، دوار العويد، كانت مجموعه ديال الدواوير التي ربما كانت يعني مجموعه ديال المراسلات كهرباء العالم القروي اللي ربما حطوها بالاولويه، ولكن لحد الساعه ما زالت لم تنجز كل هذه المشاريع. اليوم السيد العامل نطلب منك على انك رفقتنا بطبيعه الحال ورفقتنا المصالح والمجالس المنتخبه على اننا نوضعوا، ماشي فقط اننا نوضعوا واحد البرنامج هكذا نقولوا خاص الدفاع عن انجاز هذا البرنامج، لانه ربما مجمل المشاكل الضروريه اللي عند الجماعات القرويه ولا الحضريه راه معروفه ومضبوطه داخل الكتيبات ومضبوطه داخل البي سي دي ومضبوطه داخل مخطط التهيئه الحضريه، ولكن ما يلزم اليوم هو الاجراء، هو البدايه، هو العمل، هو توفير هذه الامكانيات الماديه اللازمه من اجل انطلاقه هذه المشاريع. فالساكنه تنتظر منا المزيد والمزيد، لكن لحد الساعه راه الاقليم مشهد يعني انطلاقه لا مشروع ولا جوج ولا ثلاثه منذ سنين، فاظن على انه نتمنى ان تكون بدايه خير ان شاء الله، وشكرا من السيد.